عندك في مصر دلوقتي بيلعبوا طاوله. اتقدم يا عم، اوعى بقى اتقدم، اوعى اتقدم وكفايه خلاص تتنسم. اقطرني ونبي، اقطرني ابو سيدك لو سمحت يا حاج. الشمس للنور مش هيعطلنا طول، طول ما الدنيا حتقول. اه كرامبك خلف اللعب. ستوب اللعب يا جماعه، ستوب اللعب، انا مستقبلي ضاع. فهمي، انا مش هقدر اكمل السباق، كمل انت وسيبني. اوعى تقول كده، زي ما بدأنا مع بعض هنخلصه مع بعض. كمل يا فهمي، انا مش هقدر. زي ما ابتدينا سوا، خد اي حاجة لوحدك ان شاء الله. 5000 يورو. على فكره يا جماعه، احنا لازم نهتم بصحتنا شويه. انا ابتديت احس ان جسمي بيبوظ. بيبوظ؟ انت جسمك باظ يا شيكو. شور ولا ايه؟ شور والله باظ. انت اخر مره لعبت رياضه امتى يا شيكو؟ انا لسه كنا بنجري اهو. هشام عايز ايه؟ لا قبل الماراثون ده. مش متذكر الحقيقه، انا اسف. تعرف انت لو ما بتبداش بدري من 6-7 سنين خلاص تشرب سجاير عادي بقى. طب احنا هنخش شمال بقى، خد بقى. يلا ولعها، يلا